السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي، شارك الكون المانوس في تسبيح الباري القدوس، وإن من شيء إلا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبيح. أحبتي، أسئلة مشروعة يجيب عنها صلى الله عليه وسلم. أنا وياك قد نعجز عن قيام الليل وإنفاق المال وصيام الهواجر صيام النهار، ما هو؟ يقول عليه الصلاة والسلام: من عياه الليل أن يصومه والمال أن ينفقه والعدو أن يجاهده فعليه سبحان الله بحمده. صح الألباني، حديث صحيح يا إخوة، إذا عجزكم هذه الأمور. يقول عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله بحمدي في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه إن كانت كزبد البحر. متفق عليه، في دقيقتين هذا الحديث. تعرف أن غالب المسلمين لا يستطيع أن يقدم دقيقتين لربه في اليوم تسبيح 100 تسبيح سبحان الله بحمدي 100 مرة. أنا سألت مجموعة مرة ما أجاب، كنت مع رفقة وفي المساء قلت: سبحتم اليوم 100 تسبيح سبحان الله بحمدي؟ هم من أهل الخير 100 مرة؟ قالوا: لا، كثير ما يحافظ، ما في برنامج، ما هناك ورد له. يعني في دقيقة ونصف أو دقيقتين تقول سبحان الله وبحمدي 100 مرة يغفر الله لك ذنوبك كانت وإن كانت كزبد البحر. متفق عليه في الصحيحين. ومع ذلك معنى سبحان الله وبحمدي، سبحان الله وقدس الله ونزه الله عن المثيل والشريك والشبيه وعن صفة النقص والعيب، وبحمده معنى وبحمده يعني أثني عليه بالمحامد والمدائح والكمال والجلال والجمال الثابت له الذي أثبته لنفسه ورسوله عليه الصلاة والسلام أثبته لربه. أحبتي، والله إن الهدهد والنملة والنحلة والعصفور والغريد إنه أكثر تسبيحا من كثير من البشر الغافلين عن منهج. أحبتي، سبحوا، الكون كله يسبح، الكائنات، السماوات والأرض، الجبال، الوهاد، الأشجار، الأحجار تسبح البقر. ورد التسبيح بالقرآن في الماضي والمضارع والأمر والمصدر ووصف المسبحين ووصف أن الكون كله يسبح. سبحان الله وبحمدي عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ذكر كلماته. اللهم اجعلنا من المسبحين الذاكرين لك كثيرا يا رب العالمين، وعنا على ذكرك وشكرك. قال عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان يا الرحمن. سبحان الله وبحمدي سبحان الله العظيم. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم.